انا كمنتج اولا كنحييها لانه انا سبق ونتجت فيلمي امكانياتي الخاصه نوح اللي يعرفوا العام كنعرف شنو هي المعاناه ديال تنتج في المغرب. ثانيا خدا لها سنين ولذلك كنقول لها برافو عليك على الشجاعه ديالك بالرغم من انها قدمت افلام ويمكن ما حظاتش على الدعم ديال المركز السينمائي المغربي ولكن هذا خلاها وهنا كتبان قدوه وكتبان مثال للشباب والشابين والشابات اللي بغاو يمارسوا انهم ما يفشلوش عند اول تجربه ويحاولوا يديروا تجارب واكيد العالم كله غيمشي معهم باش يقدم لهم شي حاجه. الانسان محتاج يتبدل ذاته واليوم سناء تثبتت انها روائيه انها منتجه انها حامله رساله حامله الهم في المجتمع ديالها بامبورت شي الاخر اللي غيتقال. بعض المرات كنهضروا على افلام كامله من ناحيه التقنيه والجمال ديال الصوره وكل شيء ولكن ما كنخرجوش برساله قويه. هنا كان العكس كانت رساله وهي في الاول قالتها ما كيهمنيش الاخراج والكاميرا وكيفاش كتحرك كان كيهمني نكون قريبه للاشخاص ديالي وكنظن انها توفقت كثير في هذه المساله هذه. شكرا لكم.